كل الناس عبالها تحقق احلامها يوم من الايام. بتمنى لكم الربح مع اللوتو اللبناني، وان شاء الله يجي نهار والكل الكل الكل يقدر يربح مع اللوتو اللبناني، لانه كل سحب عم بيكون عندنا عدد كثير كبير من الاشخاص، ولكن كل الناس عبالها انه تربح الجائزه الاولى، لانه بتحرز من سحب لسحب عم تتراكم الجائزه وتكبر، وفعلا بتقدر تفرج ناس كثير وتحقق احلام اشخاص كثيره. الليله المرتبه الاولى باللوتو اللبناني قيمتها حوالي 842 مليون ليره، المرتبه الثانيه تراكم لحاله حوالي 59 مليون ليرة، والجائزة بتكون أكثر من 150 مليون ليرة، وبالنسبة لزيد الليلة تقريبا حوالي 41 مليون ليرة. ليلة رقم السحب رقم حلو، صرنا ب 1700 سحب للوتو اللبناني، كثير حلو، وان شاء الله يا رب الارقام تكبر مع السحوبات، ومثل ما قلت نربح كل الاشخاص اللي بياخذوا لوتو على مر السنين. الليله الخميس 14 اذار 2019 بدنا نقول الليله مبروك للانسه فداء ابو انطون. فداء الف مبروك لك، ربحت بسحب رقم 1996 بالمرتبه الثانيه، وكانت قيمه الجائزه حوالي 195 مليون ليره، كثير حلوه جائزتها، وان شاء الله بتتهني فيها يا فداء. قبل ما نبلش بدنا نرحب به مدام تراز مسلم، عضو رقابة ومندوبة وزارة المالية على أعمال صحوبات اللوتو، يلي دائما موجودة معنا لترقب لنا صحوبات لوتو. وزيد أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك زينة. يا تأخرنا شوي بسيطة إلى مكنة اللوتو، إلى الطابات، إلى الأرقام، حضروا شبكاتكم، حضروا السيلولار لنشوف الليلة المكنة شو رح تختار. مباشرة على الهواء من استديوهاتنا بيقدمها ست طابات أساسية للمرتبة الأولى وطابة سبعة إضافية للمرتبة الثانية. مع أول طابة رقم 18، طابة الثانية رقم 22، الطابة الثالثة بانتظارها نحن بتحمل رقم 14، الطابة الرابعة رقم 2. لهلأ كل الطابات مجوزين، 2 14 18 22 انكسر، انكسروا مع 17. والطابة السادسة للمرتبة الأولى بتحمل رقم 1، أما طابة المرتبة الثانية لليلة رقم 9. بما أنه كنا عم نحكي عن الطقس واللوتو، دائما الحديث عن الطقس واللوتو، كمان الطابات أرقام مثل الحرارات، اللي هلا بتكون عم بتصيب معه هول الطابات بتكون بلشت تطلع حرارته، بلش يكيف، واللي ما صابت معه هول الطابات بتكون بلشت تنزل حرارته وبلش يعصب. بسيطه هينه، فيكم تجربوا بكل سحوبات اللوتو اذا مش التنين الخميس. واللي اخذين زيد يا في عندكم شانس زياده مثل بكل سحب. خلونا نشوف الليله شو هن الخمس طابات يلي رح تختارون المكنه. والليلة بذكركم بقيمة الجائزة حوالي 41 مليون ليرة. أول طابة رقم 9، 4، 4 كمان، 9 عن جديد، و0. حلو رقم زيد الليلة، 0 9 4 4 9. في حال قدرتوا صبتوا هيدا الرقم لحالكم 41 مليون ليرة، إذا قدر أكيد أكثر من شخص صاب هيدا الرقم بتبلش تتوزع الجائزة حسب العدد. رح ناخذ بريك صغير من بعدها بنرجع لكم، لاقونا. سمعتوا
شو صار مع ماجد بالكونفرنس؟ عم بيقولوا مش ماشي حاله بالشركة. ما بعرف إذا إشاعة بس شكله جن وعايش وحده بخيمة بالغابة. ما تخلي القشرة تحكي عنك. هيد اند شولدرز جديد بيزيل القشرة من أساسها وبيخليك 100% بدون قشرة. ما تخلي القشرة تحكي عنك. مجموعة عطور داوني الجديدة. كمصممة أزياء لازم أكون دايما جاهزة ومش بحاجة جدد عطري مثل غيري. مجموعة عطور داوني الجديدة بتمنحك عطري دوم أطول من العطور الفاخرة لتكوني دايما بأحلى طلة. مجموعة عطور داوني الجديدة. منقدم لكم معجون الأسنان أورال بي الجديد لترميم النيرة والمينا. نيرتي كتير عم تجعني بس ما في داعي للقلق صح؟ غلط. 80% من مشاكل صحة التم بتبلش بالنيرة والمينا، ومعظم معجين الأسنان بخففوا الأعراض بس لازم تعالج المشكلة من أساسها. معجون الأسنان أورال بي الجديد بالتكنولوجيا الفعالة اللي بتساعد على ترميم النيرة وإصلاح المينا بأسبوعين بس. صحة تمي من صحتي. معجون الأسنان أورال بي الجديد متوفر الآن في لبنان. هلا فيري بيقود إزالة الدهون يوفر حماية للسفنجة ضد البكتيريا. دايما بلاقي صعوبة مع شعر الجاف، بيصير باهت خشن وناقصه حيوية. اكتشفي مجموعة ألفيف Extraordinary Oil مفعم بست زيوت ثمينة لمعالجة الشعر الجاف. تغذية فائقة، لمعان فريد، نعومة مطلقة مع مجموعة ألفيف Extraordinary Oil. للمزيد من العناية جربي الزيت المغذي من ألفيف، كمية قليلة بتكفي لنعومة ولمعان ولا أحلى. شعري بس أحلى. فرشاية سيلفر كير الإيطالية براس بيتبدل مغطى بالفضة الأصلي، بيتفاعل مع المي ليفرز إيونات طبيعية بتقضي على البكتيريا. بالنهاية وجود الفضة لاعب أساسي لحماية التم وسنان. سيلفر كير، زيرو بكتيريا. من بعد انتهاء جولتها بلاس فيغاس وأوروبا ولأول مرة بالشرق الأوسط، فيرونيك ديكير الموهبة الكندية اللي أدهشت العالم وتصدرت عناوين الصحف الأجنبية بتقليد أصوات أكثر من 100 فنان فرنسي وعالمي. بتقدم ب 13 نيسان غالا دينر وب 14 نيسان عرض مبهر بعنوان فويسز على مسرح كازينو لبنان من إنتاج الديفا العالمية سيلين ديون. بما أن شعرك هو مرآة لجمالك وأنوثتك، أحرص دوما على الاستمرار بتقويته وتغذيته بواسطة بايو هيرب من ماريناس، لأنه يحفز الدورة الدموية الدقيقة في منطقة فروة الرأس ويمد البصيلة بالغذاء المطلوب. ستحصلين على إنبات شعر جديد قوي ذو كثافة مميزة وتودعين تساقط الشعر نهائيا، والحصول على أظافر قوية وصلبة وذات لمعية. بايو هيرب من ماريناس للرجال والنساء، مرخص من وزارة الصحة ومتوفر لدى الصيدليات. العبوة تكفي لمدة شهرين. تفضل بسكرام. تفضل تفضل، حجزت لك موقف. ألذ بسكوت محشي بكريمة الكاكاو الغنية. تفضل بسكرام. صاحبتي رجعت بعتت لي سيلفي وشكلها استعملت فلتر للتبييض، قلت لها انتسي الفلتر، استعمل اللي عم بستعمله كريست 3D وايت لبياض مثالي. عن جد معجون تبييض بيعطي نتيجة؟ قلت لها جربيه وشوفي. كريست بيقدم معجون أسنان 3D وايت بيزيل حتى 100% من البقع بثلاث أيام بس وبيقوي مينا الأسنان. شو مبين جربتي؟ ضحكتك بتجنن. وبلا فلتر قلت لك. كريست، ابتسامة ساحرة وصحية لكل الحياة. جديد بانتين 3 Minute Miracle بلسم بقوة الماسك بيرمم حتى 3 أشهر من التلف ب 3 دقايق. بانتين 3 Minute Miracle. رجعنا لحتى نتابع اللوتو. صار وقت النتائج، منتأكد من الأرقام من بعدها منشوف أنا وياكم التابلو. مدام سالم لو سمحت تأكدينا من أرقام اللوتو، تفضلي. لوتو رقم 1700 لليوم الخميس 14 أدار 2019. الطابات الستة الأساسية 18 22 14 2 17 1 والطابة السابعة الإضافية 9. شكرا لك. بهمنا الليلة أكيد المرتبة الأولى، بالمرتبة الأولى بهمنا، بالمرتبة الثانية كمان بهمنا الموضوع. وإلى التابلو
للأسف الليلة ما عنا حدا بالمرتبة الأولى، إنما بالمرتبة الثانية شوفوا معي في عنا ثلاث شبكات بيربحوا بالمرتبة الثانية، وكل حدا منهم بيربح حوالي 54 مليون ليرة. ألف مبروك. بالمرتبة الثالثة في عنا 34 شبكة، وكل شبكة منهم تربح حوالي 1,700,000 ليرة. بالمرتبة الرابعة في عنا 1,279 شبكة، كل شبكة منهم تربح 45,000 ليرة. بالمرتبة الخامسة في عنا 19,655 شبكة، وكل شبكة منهم تربح 8,000 ليرة. إذن في ثلاث شبكات بالمرتبة الثانية، من وين نربحوا؟ مكتب رقم 1,566 من محل أمانات بالمنصورية، مكتب رقم 2,207 من مكتبة عبدالله باسيل بدرعون بحريصة، مكتب رقم 5040 من مكتبة نور بعوكر. إذن ألف مبروك لهول ثلاث شبكات اللي ربحوا بالمرتبة الثانية، وكل حدا منهم ربح حوالي 54 مليون ليرة. ألف مبروك لكم من اللوتو اللبناني. مدام سلم لو سمحت تأكد من رقم زيد، تفضلي. صاحب زيد رقم 1700 تاريخ 14/3/2019، الرقم الرابح 09449. هيدا الرقم الرابح، رقم حلو، ان شاء الله يكون وجهه حلو على حدا منكم او اكثر، اكيد بيربحكم الليله مع زيد. ايضا كونوا دافعين 1000 ليره اكيد زياده لتقدروا تربحوا، والليله شبكه واحده بالمرتبه الاولى لحالها رح تربح اذا حوالي 41 مليون ليره. كل ورقه تنتهي ب 9449 تربح 450,000 ليره، 449 45,000 ليره، و 49 4,000 ليره. الورقه يلي ربحت بالمرتبه الاولى من وين؟ مكتب رقم 3705 من شوب بوينت بالأشرفية بمرم خايل تحديدا. ألف مبروك للشخص يلي سحب هيدي الورقة وكانت هيدي الجائزة من نصيبه. مدام مسلم اليوم من ربحت المرتبة الأولى، تراكمت أكيد لنهار التنين، قد رح بتصير الجائزة مليار؟ تكون ايه حوالي المليار. خي شو حلو، صرنا تقريبا حوالي المليار دولار مع اللوتو اللبناني. المرتبة الثانية مليار ليرة. مليار دولار، ياي ياي شو حلو، مليار دولار، مليار ليرة. الثانية رح تكون فوق ال 100 مليون. الثانية فوق ال 100 مليون، وزيد زيد رح تكون عادي فوق 30 مليون ان الله راضي. اوكي شكرا لك. اذا اللوتو نهار التنين مليار ليرة، المرتبة الثانية حوالي ال 100 مليون ليرة، وزيد فوق ال 25 مليون ليرة. هول هن الجوائز، جوائز كثير حلوين مع اللوتو اللبناني، بيفشوا الخلق على الاكيد. خذوا لوتو ولاقونا نهار التنين هون لوقتنا. تفاحلكم، باي باي.